الله أكبر. قصف صواريخ الفيل على وادي بردة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ليك ليك الثاني. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الدفاع المدني في وادي بردة. الدفاع المدني في وادي بردة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. قصف صواريخ الفيل على وادي بردة. الله أكبر. 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 يعني أحلى من هيك ثلج ما في، بس أصعب من هيك حياة ما في، وحطب ما في، وشيء ما في، ومصروف ما في، وشغلي بدها الله، يعني حالي يرسى لها. عبد الوهاب طيب شلت علينا الخيام اولاد مرضاني دكاتره ليك نقول نقدر نحمله من هون لمشفى البيضة عين البيضة لا نقدر نداوي ولد ليك هذا وايد تفضل هذا ولد لا تياب مع عريان ما في شيء طيب هاي اكثر وسيله لان تياب ما في طيب خبز ما في طيب كاز ما في تدفئه ما في خيم اللي يعطونا اياها يا اخي ما في طيب انا ها انا اول النساء تفضل جوج ربي يهرمك ما ضل معنا يا اخي سوينا ما ضل خيم صبت عرس هذا يا اخي يعني نحن هون صرنا سنتين نازحين بهالمكان هذا
الارض زراعيه مثل ما لكم شايفين، يعني غير صالحه للسكن، ولكن مع هيك اضطرينا اجباري انه نسكن بهالارض، فضمننا هاي الارض على حسابنا الشخصي وقمنا ببناء مخيم عليه. يعني الاوضاع سيئه جدا، نحن الان في فصل الشتاء والحمد لله رب العالمين، الله اكرمنا بالثلوج. الثلوج يعني طمرت الخيم، حتى انه في بعض الخيم سلتت على اصحابها من الوزن الثلج. شايف يعني من غلاء مادة المازوت، يعني بنجتمع كلياتنا ب 20 عائلة، بنجتمع بخيمة واحدة عند الصوبة لحتى نتدفى بسبب غلاء مادة المازوت. وهاي مثل ما شايف يعني أكثر من 20 بني آدم بالخيمة مشان الصوبة. لتر المازوت بيخدي لنا نهارين، لتر المازوت بيخدي لنا نهارين، من ايش؟ لا حول ولا قوة، تحت الصفر. منظمة مسرات تقوم بمشروع إعادة تأهيل المقاعد في ريف حماة وتوزيع سبورات ضوئية مع توزيع أقلام وخرطوش أقلام، بالإضافة إلى توزيع خزانات ومدافئ وسلل غذائية في المدارس. الدراسة شملت ريف حماة الشرقي والغربي والشمالي. المقاعد المستهدفة بعملية الإصلاح هي 1256 مقعد. السبورات الموزعة هي 371 سبورة على المدارس. علب الأقلام هي 371 علبة أقلام. الخرطوش لكل علبة أقلام 3 علب خراطيش. بالنسبة لخزانات المياه تم توزيع 31 خزان في الريف الغربي والشمالي و27 مدفأة في الريف الغربي والشمالي. مشروع تقدمنا بدراسته العام الماضي إلى المنظمات الداعمة وتم تنفيذه في بداية هذا العام الدراسي، والآن نحن نلاحظ السبورات الجديدة مركبة والمقاعد مرممة. ما يزال لدينا الكثير من العمل نقدمه لأبنائنا، تأمين التدفئة وتأمين المياه الصالحة للشرب والاستخدام، بالإضافة إلى تأمين النوافذ والأبواب الجيدة. بدأنا حملة التلقيح الروتيني الثالثة لمنطقة الأتارب وريفها. طبعا اللقاحات هن ثلاث أنواع من اللقاحات: الشلل الفموي والخماسي والحصبة. عدد الفرق اللي موجودة عنا هن 8 فرق بتغطي الأتارب وريفها. مستهدف كل فريق 175 طفل يوميا لل 200 طفل. المفروض هاي الحملة نبشر فيها من 11/11/2016. تأخرت الحملة تقريبا شي شهر ونص بسبب القصف الشديد على منطقة الأتارب. العدد المقدر حوالي 12,000 طفل في منطقة الأتارب وريفة. مدة الحملة هي 5 أيام، من تبدأ يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 4 مساء.